دراسات وبحوث في مختبر ولاية نيويورك الأمريكية دقت ناقوس الخطر بشأن فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، إذ أكدت إمكانية وجود نتائج سلبية وصفتها بالكاذبة ولا تعني عدم الإصابة. الأرقام التي كشف عنها المختبر قالت إن دقة النتائج تتراوح بين 50 و80%، أي أن من بين كل 100 تحليل للكشف عن الفيروس لا تتخطى نسبة النتائج الصحيحة 80%. وهذا الأمر دعا هيئة سلامة الغذاء والدواء إلى التحذير من الاعتماد عليها بشكل كبير في عملية التشخيص، مع التحذير من وجود نسبة للخطأ تصل إلى 30%. نتائج جاءت متوافقة مع ما أعلنته لجان طبية تابعة للمفوضية الأوروبية بأن الفيروس الجديد يشكل عائقا أمام الأجهزة التي لم يتعرف عدد منها على الفيروس في عدد من التحاليل. إسبانيا من جهتها أعادت شحنة من أجهزة الاختبار إلى الصين للمرة الثانية بسبب وجود عيوب فيها، حيث ذكرت صحيفة البايس الإسبانية أن الأجهزة لم تكن حساسة بما فيه الكفاية، الأمر الذي يعني أن هناك فرصة لعدم اكتشاف الفيروس في شخص مصاب بالفعل. وزارة الصحة الإسبانية اعتبرت أن الأجهزة القادمة من شركة صينية غير دقيقة على الإطلاق، وقالت إنه لا يمكن استخدامها لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا. وفي ماليزيا تم الإعلان عن استيراد معدات للفحص تصل دقتها إلى 80% من كوريا الجنوبية، وقال مدير عام الصحة الماليزي إن المصنعين الكوريين قدموا ضمانات وتأكيدات بخصوص دقة الفحوصات، وكانت ماليزيا قد أعلنت أن الأجهزة التي كانت استوردتها من الصين تحمل نسبة للخطأ تصل إلى 50%. وكانت العديد من الدول قد أعلنت أن عددا من المواطنين الذين تم فحصهم لأكثر من مرة ظهر لديهم المرض بعد أن كانت النتيجة سلبية في المرة الأولى، ويعزو الأطباء هذا إلى نسبة الخطأ في الفحوصات التي يتم إجراؤها. كما تتنافس الدول والمنظمات الصحية في المدة التي يستغرقها الفحص، والذي بدأت بالتناقص لتصل إلى ساعة واحدة في أحدث الطرق التي توصل إليها المختصون في محاولة لفحص أكبر عدد من الناس في أقل وقت ممكن.